سلام العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحتكم بخير. نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. المهم نهار جديد وفيديو جديد حبايبي. عرفت شنو نقول لكم؟ مع الرواح شد فيا هاد اليومين ضروري. واخا كتشري الدواء، خديت الدواء البارح ما دار ليا والو، وخديت تول البارح الدواء ما دار ليا والو. ضروري دوز الفريضه، كتعرف الفريضه ديال هذا البرد شدك 4 ايام ولا 5 ايام عادي حيد منك واخا كتشربي الدواء. المهم حبايبي، اليوم جيت لدار صاحبتي اختي، انا ماشي في داري بصراحه، كنا بغينا نصوبوا الشهيوات، نكملوا الشهيوات ديال رمضان. كتعرفوا صوبنا غير الشباكيه والسفوف، مازال بغينا نصوبوا واحد الميني باطبوط. كتعرفوا الميني باطبوط كتحتاجيه في رمضان، تبغي تعمري به، تعمري به بزاف الحوايج، الكبده، الطون مع الدراق، اللي بغيتي تعمري به الباطبوط، اي حاجه اي حشوه. ها الحبيبه ديالي دابا راكتني ماما ماما هيا. اي حشوه نتوما كتبغوها تقدروا تعمروا بها الميني الباطبوط، وكيعمر الطابله وكيشبع بنفس الوقت. يعني تقدري الا ما كنتيش دايره وجبه رئيسيه، تقدري غير باطبوط معمر مع شويه البريوات معمرين. بغينا نديروا بريوات معمرين ان شاء الله بالقمرون، وغنديروا حتى السيجاره حلوه. هادشي كامل ان شاء الله غنشاركوا معكم. قلت لهم تعالوا عندي للدار، قالك لا. جينا عندك ديك المره للدار، درنا الشباكيه والسفوف. هاد المره قالك تعالي ديري عندنا في الدار. كل مره وحده، مره كنمشي عند اختي، مره كنجي عند صاحبة اختي هنايا، مره كيجي عندي، بحال بحال. المهم لي وحده. دابا غندخل الكوزينه، مريم كتوجد لينا في الغدا. دابا راه فطرت انا، جيت باقي ما تغديتش، كتوجد لنا في الغدا، دايره الكسكسو ان شاء الله. دابا غنوض ندخلكم الكوزينه باش نشارك معكم ان شاء الله الشهيوات ديال رمضان. يلا الحاج قالت لي عزيز عليها البريوات معمرين حلوين مالحين، وتنوض توجدهم يا اليوم يا غدا. دخلنا الكوزينه، كل وحده شنو كدير. يلا كيسالينا القليان ديال الكاوكاو، خدينا كيلو ديال الكاوكاو وكيلو ديال اللوز، غنمكسيهم مع بعضياتهم، نخلطهم ونعمروا بهم العماره الحلوه. ملي كتخلطيهم مع بعضياتهم كيعطي الطعم زوين اكثر، ما احسن ما ديري غير اللوز بوحدو. الله يكون في العون، كاين بعض الناس ما يقدروش يشريو اللوز، يديروا غير الكاوكاو يعمروا به السيجاره، حتى هو كيجي بنين. حنا بعض المرات بصراحه كنعمروا غير بالكاوكاو، ومع كتفند في العسل وداكشي كتجي الطعم ديالها زوين. هنايا قطع ديال السدوره، وهنايا القمرون مقطع. هنا حكيت واحد 3 الخيزوات، واحد 6 الكورجيطات صغار. المهم هاد الحشوة ديال الكروفيت غنديرو فيها الخضرة والكروفيت والشعرية الصينية. هاد الخضرة كتدبل كتعطي واحد المذاق زوين للحشوة، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، ولكن اللي درتوها كتجي الطعم زوين، كيزيد زين الطعم. يعني كتعرفوا طعم الخضرة كيزيد يزين البريوة ديالنا المالحة. هنا درت شوية الماء سخون باش ان شاء الله غندير فيه الشعرية الصينية. دابا غنبداو بالحشوة المالحة. بسم الله، غندير واحد شوية الزيت. هادي الكورجيت والخيزو محكوكين حبايبي، اللحوم هما الاولين كيطلقوا لنا غير المذاق، كيجي زوين معتبر بهاد الخضره. ها هو الزيتون مقطع مدور، كروفيت، ايوا شويه بزار، راس معلقه صغيره، شويه الملحه. هنا الملحه عندهم ما مجهداش، كاين اللي كيشوفني بعد مرات كيقول لي كثرتي الملحه. هنا الملحه ماشي بحال ديالنا المغرب مجهده ما شاء الله. هنا غندير واحد المعيقه باش يلا يقدد الحشوه. واحد راس المعلقه ديال الهريسه تحرك شي مزيان، واحد نص حامضة حبايبي غنعصرها، كتعرفوا الحوت كيتمشى مع الحامض، واحد شوية الربيع. شفتوا ريحة الكروفيت ضربتني الريحة النيفي. غنخليو الحشوة تنشف مزيان مد الماء، عاد غنزيد إن شاء الله الشعرية الصينية. شفتوا ديك الخضرة اللي كنت لحت مشات دبلت ما شاء الله، عطات غير البنة، بقى كيبان غير الكروفيت هو اللي بقى كيبان مع الزيتون. دابا غير نخليها تزيد مزال تنشف واحد شوية. هي الحشوه ديال الكروفيت جاهزه هنايا، نخليوها غير تبرد شويه. وفي هذه الاثناء ملي غتبرد لينا غندوز نوجد الحشوه ديال الدجاج، حيت غنديروا نص ديال الكروفيت معمر ونص نعمروه بالدجاج. دابا غندوزوا للحشوه الثانيه اللي بالدجاج الشعريه الصينيه، حتى هي غنبدلوها بواحد شويه خضره، غنبدلوها بواحد شويه خضره.
كيما درنا الحشوه الاولى ديال القمرون حطيت واحد شويه الزيت ها هو واحد شويه الزيت غنحط واحد المصيله كاين فين كنا مقطعينها مصيله طيب غادا وكتبل بعد ما دبلت البصله كنزيدو الصدور ديال الدجاج معصر واحد نص حامضه الحامض ديما كيعطي واحد النكهه زوينه العطريه ديما نفس الشيء غير واحد راس معلقه ديال البزار واحد شويه الملحه على حساب الذوق واحد الراس ديال المعلقه ديال الهريسه ها هو واحد شويه سكينجبير شويه الربيع خضيره الحكيم الزيتون دابا راه فرشنا في الارض كتشوفوا فرشنا الزريبيه وجبنا الحشوات بعد ما بردوا هذه ديال القمرون وهذه ديال الدجاج ما هي الصديقه راه بدات الخدمه كدير بحال شكل كورني هو الاول تبدا تعمر كما كتشوفوا حتى كتعمرها مزيان يعني ما عامراش وما خاويهش باش كتجي زوينه وما تفرقعش لكم حتى في هذه المقله اللي كنتو باغيين تقليوها انا من الاحسن هي اش كدير هاد الصديقه ديالنا كتقليها في القلايه الهوائيه بصراحه كتجي زوينه بلا ما كثرت هذاك الزيت وتبقاي تقلبي فيها وداك الشيء يعني ان شاء الله غنمشي نشريها القلايه الهوائيه يا اختي غتنفعني في هذا رمضان المهم احنا غادي خدامين انا كنت حبيت نوريكم وحده انا نزيدكم حتى الثانيه شوفوا الورقه ما شاء الله هذه اللي جبناها راها زوينه في الخدمه ومازال غنخدموا بها حاجه اخرى هانتوا شوفوا ما شاء الله على الحداقات درناهم في علب ما غاديش نقليوهم باش غندخلهم ان شاء الله المجمد باش يبقاو لينا ان شاء الله رمضان واحد الاستراحه نستراحوا اختي مريم دخلت الكوزينه باش تسقينا الكسيكسو يلا كملنا البريوات المالحين ان شاء الله ورا الغداء عاد غنبداو في البريوات الحلوين ديال الكاوكا واللوز ما غاديش يقضنا الوقت باش غنديروا حتى البطبوط الصغير ميني بطبوط كنا غنديروا ميني بطبوط وميني بيتزا صغيره ما غاديش يقضنا الوقت نخليه حتى نهار اخر ان شاء الله ما شاء الله الكسيكسو ديال مريم يلا كيوجد قرايعه من الفوق حمراء القرايعه بحال ديال المغرب منين جبتيها ديال المغرب منين جبتيها من السوق ديما يا اختي مريم كطيح في القرعه ديال المغرب وانا كنطيح غير في ديك القرعه المصوفه هذيك اللي كتكون ولاد القطنيه ياك كتكون مقطنه لا هذيك ديال المغرب كتجي بنينه صراحه كتجي بن من هذاك المهم يلا دارت كسيكسو مريم ها هي هنايا حطت السنيده يلا باغا تسقي من مورا ديك التماره الواحد كيجوع كيشدو الهيمري ايوا حنا رجعنا للخدمه بعد ما كلينا الكسيكسو الحمد لله سرحنا الورقه دهنا بشويه الزبده مذوبه وبدينا نحطو في الحشوه على شكل سيجاره ساهله مالا اسهل منها ما يكون يعني كتحط غير الحشوه بحال هكا بهذه الطريقه كما كتشوفوا وكتبدا يتلوي يعني في السيجاره الحشوه شنو فيها من الوسط فيها اللوز مقلي فيها الكاوكاو مقلي فيها شويه الزبده مذوبه شويه العسل شويه الماء الزهر وشويه القرفه هادشي اللي فيها ما فيها حتى حاجه اخرى اللي بغى يزيد الحلاوه يزيد العسل واللي بغى يكون ثقيله مدسمه يزيد الزبده كتبداي تحطي فيها بهذه الطريقه يعني صغائر كبار ومن بعد كتسالي كتسقيها بشويه الزبده مذوبه وكتبداي تقطعي فيها قبل ما كطيب تقطعيها ومن بعد حبايبي كتدخليها للفران بالنسبه للفران شعلي عليه غير من التحت
حتى تحمر لك شويه من التحت، عاد ديري العلامه من الفوق بزاف كتحمر كتاخذ اللون من الفوق. من بعد كتخرجيها سخونه كتفنديها في العسل وكترشي عليها شويه يا كاوكاو مهرمش يا اللوز مهرمش اللي متوفر عندك في الدار، وهي واجده ما كتاخذش الوقت ابدا ابدا. هاي ما شاء الله من طابت، انا نوريكم وحيده، عرفتي دقنا، عرفتي جات واعره خطيره خطيره، عرفتي جات زوينه يعني معتبره. المهم دابا غنديروها في طوي هذوك الوريقات الصغار اللي كيكونوا من تحت، باش اللي بغى يهز شي وحيده ما يعمرش يدو توسخ ليه عسل. والمهم حبايب عرفتي شنو فاش نقول لكم، عينه 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 صافي، انايا ما بقاش فيا عرفتي ننزل دابا لتحت ما بقاش قادره ننزل. يلا لبست حويجاتي فرقنا داكشي اللي قصر الله. المهم اللي دا بريوات اللي قال لك زيدي القصه يا بريوه مالحه، زيدي لي بريوه مالحه. المهم راه كتجمعوا على الضحك، على داك الاجواء زوينه من نهار اللي كتجمعي انت واختك والصديقه اللي كتبغي تمارات هي قافي ما كتسمع لنا بغا نديروا شي حاجه تقول لي يلا زيدو. بصراحه ما بغاش تجي عندي اليوم، ولكن جابتها في راسها قلت لي تعالوا عندي صوبوا هذا الشيء، مثلا الروينه كتبقى عندي في الدار. هي قالت لك لا والو تجيو عندي للدار هنايا ونصوبوها. هي جينا عندها هنا وصوبناها. روين تروين اليوم عرفتي، الارض تعسلات. الارض معسله. المهم الحبايب كملنا، دابا غنمشي ان شاء الله مهند يلا كي جاي باش يديني، غنمشي نتكى واحد شويه، ماشي نتكى ضروري خاصني نضرب واحد التدويشه، نضرب واحد التدويشه عاد نتكى باش يلاه يهدى لي البال.